يعني كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي. يعني لو بصينا على الاستحواذ هنلاقي 56 44، عدد التمريرات 574، النادي الاهلي عمل 521 تمريره صحيحه. اه ممكن يكون استحواذ سلبي في بعض الاوقات وفي هدوء ويعني ما كانش فيه سرعه بطء وبطء. نسبه التمريرات 91% تمريرات صحيحه. الدجله 351 من 416، نسبه 84%. التصويت بقى على المرمى عشان تعرف ان دجله ما كانش معانا في الماتش خالص. دجله شاط على المرمى 3 تصويبات، كره منهم بين 3 خشبات. نادي الاهلي شاط 19 كوره. يعني 19 منهم بين الـ3 خشبات. بين الـ3 خشبات، يعني ممكن كان منهم يجي 2 او يجي 1. بس انا عايز اقول لك كابتن، يمكن اتكلمنا في الامر ده كتير قوي. كل الفرق اللي بتيجي تلعب النادي الاهلي لما بتيجي تلعب دفاع ودفاع منظم، كل ما بيدخل فيها جون بدري فما بتعرفش تنقل للبلان بي اللي بعد بتاعه. كده يعني مثلا هو خلاص هو نازل يدافع قدامك، لو دخل فيه جون بيشتغل عشوائي. ليه؟ لانه هو مش حاطط في دماغه انه ممكن يطور من لعبه. يعني النهارده النادي الاهلي ممكن في الهجمات بتاعته كتير كان ممكن وادي دجله لو مقرر وعامل حاجه ان هو يروح على الجون كان ممكن يروح، لكن ما عندوش انياب هجوميه، هو مش حاطط في دماغه الامر ده خالص انه يروح يجيب جون يعني. فهي دي المهم، انت لو فتحت المباراه في البدايه بهدف بتكسب ارقام كبيره من الاهداف. حاجات تانية مهمة، في حاجات صغيرة جوه الملعب زي كرة حسين الشحات اللي اتكلمنا عليها وكل الكباتن اتكلموا على انه يرجعها لديانج، وديانج ممكن يشوط في الجول، دي حاجة مهمة. بتاعت محمد شريف في البداية كان ممكن يخلصها بسرعة بسرعاته ويروح على الجون ويروح يشتغل فيها. ففي حاجات كتير قوي بالنسبة لحتة الباك رايت اللي وعلي معلول. يمكن بيكم من اللعيبة اللي بيعملوا الباك رايت بشكل غير علي معلول ما بيعمل باك ليفت. بيكم بيعمله ثبات دفاعي، لكن علي معلول بيعمله هجومي ودفاعي. يعني بيكم كان ينقصه الانطلاقات الهجوميه. ما هو بيكم كانت متعطله عندنا ناحيه اليمين. ما هو ما بيشتغلش بيه، انت فهمت يا كابتن؟ ما بيشتغلش بيه كتير يعني. انت فاهم؟ هو ما بيشتغلش بيه خالص يعني، ما بيشتغلش بيه من الناحيه الهجوميه. دي تعليمات مستر موسوماني ولا ايه؟ امكانيات لعيب؟ لا ممكن تكون امكانياته. لا تقدر تقول سمات وصفات لعيب وشكل لعيب، انت كمدرب عايز تعمل ايه بيه؟ يعني هل انت بتحب تفضل ان الباك ليفت هو اللي بيهاجم بس وده بيدخل كباك رايت؟ مش دايما. والعكس مش دايما. مش دايما. لا بس في حاجه، هو ثانيه واحده بس. بس هو مستر موسوماني او اي مدير فني بيجي في النادي الاهلي بيستخدم الباكين. طبعا هتقولي مدير فني جه في تاريخ النادي الاهلي كله ما بيلعبش الباكين دول. صح. لكن هل هو طلب منه كده ولا هي امكانيات احمد رمضان؟ ده السؤال انا بساله. هو ده مش مكانه يا كابتن علاء. كويس، ده مش مكانه. هو اتظلم في المكان. طب كويس. لا هو هو متجايب علشان لا هو متجايب عشان يعمل دي اللي هو مكان الاحتياطي محمد هاني. بس في حاجه، هو النهارده في واحد لعب المكان ده ولعبه اكتر من مباراه. العربي بدري. لعبه. أيوة. وكان بيلعبها هجوميا كمان. مظبوط. كويس؟ هو مجرد سؤال يعني، وجهه نظر. وطبعا مستر موسوماني اكيد هو ليه الكلام الاخير. طب ليه ما بداتش بيه النهارده؟ انت فاهمني؟ وده لعب هيقول لك عشان صغير. استنى، ما انا هقول لك. طب هو لعب اكتر من احمد رمضان بيكم ولعب في المكان ده وبيعملها حته هجوميه. أيوة. كويس، يبقى اكيد يا عادل هو ما قالوش انك ما تهاجمش، لكن هي في الاخر امكانيات لعيب. طيب هو احمد رمضان امكانياته كده، لكن انت لعيب الجوكر دايما بيدي الاماكن. هو مش جوكر احمد لا رمضان. بيكم بيلعب اسمه احمد رمضان بيكم ولا شبه بيكم ولا زي بيكم في اللعبه. خلي احمد رمضان النبي. هو انا ما بحبش. هو ده لقب ما ملوش لازمه اسمه احمد رمضان. اولا انت عارف لازم تعرف ان بيكم كان عندنا. هو بيلعب في نص الملعب. انا عارف على فكره، هو صغير وكل حاجه. كويس. بيلعب مساك. مظبوط. بيلعب باك رايت. كويس. هو جوكر. طيب الجوكر دائما بينفذ كل المهام 50 او 60%، مش زي علي معلول بيلعب باك ليفت بس. والجوكر ده بيعملها. توظيفه الاساسي ايه؟ يعني انت على حسب غياباتك. يعني محمد هاني غاب تلعبه. طب ممكن اسالك سؤال؟ بدر بنون هيغيب هتنزله يلعبه مع رامي. احمد رمضان بقى في كل الاماكن دي كان 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 انت شفته بقى المكان بتاعه الاساسي فين؟ اللي هو احسن حاجه بقى فيه هو. انا من وجهه نظري انا شفته في دجله سيرد باك كويس. مساك صح؟ انا برضو وجهه نظري ان هو كمساك
هو عادي دجله مستاك بس لعب مع المنتخب الاولمبي قبل كده في نص الملعب ماشي بيلعب لا بس بالزبط. الطريقه مختلفه لان كان بيلعب مختلف بيلعب قدام الاربعه شوقي بيلعب مختلف انا بتكلم على هو انتوا ليه ما مش عايزين تقولوا ان شكل التيم النهارده وشكل التحركات اللي كان فيها هجوميه ما وفرتش لاحمد رمضان ممكن ما وفرتلوش حريه التحرك في المكان لا 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 هو عنده تحفظ هو يطلع هو مش عايز يا شريف هو ما عندوش الملكه دي وكمان انا عندي رامي ده لو اداني مساحات ما عندوش الملكه هو ما عندوش الملكه خرج حصل تعاون من المنطقه دي كلها يمكن في تحسس برضو ان هو في المنطقه دي ما عندوش الملكه زي ما انت قلت مش الملكه او الخبره لسه وجوده في المكان ده ان هو عنده من السرعات انه كان يملى طب وانا بس ممكن لو عنده جرأه شويه او عنده من الشخصيه ان هو كان متعود قبل كده يلعب في المكان ده كتير ممكن هو ما لعبش في المكان ده خالص لو عنده بقول انا بقول لك هو اساسا معلش انا معلش وجهه نظري غلط ما الكوره وجهه نظري اول مره ثاني واحده بس اولا شكله وتكوين جسمه مش راجل بيلعب باك رايت خالص ده شكله مساك يعني مثالي او ديفند والله يا يعني احنا بنقول العربي بدري او ديفند انت دايما احنا قعدت دايما ايه بلاش الباك رايت دايما اي باك ليفت بيجي في النادي الاهلي ليه صفات معينه دايما بتلاقيه جسمه دايما قصير شويه كلهم الوحيد اللي خلف النقطه دي هو كابتن ربيع عزيز ما كانش بيلعب الشمال بس ده طبعا باك رايت شمال باك رايت يعني احسن باك ليفت في مصر كلها فهي بتبقى سمات لعيب وانت اللي توظف لكن في الاخر احنا ايه بنقول ان هو شاف النهارده احمد رمضان كده جاز جربه النهارده ان هو شايف ان هو ممكن يلعب باك رايت يسد مكان لكن ان هو مثلا يقول له اقف انت كده او حاجه لا هو اكيد لكن هي صفات احمد رمضان يعني مثلا لو انا قلت لك مثلا العب انت مساكي على تلعبها هتلعب برضو صفاتك صفاتك الفنيه وانت كشكلك انت فاهمني يعني هتضغط عليك انت كلاعب بس التجربه النهارده الراجل ده في المكان ده كانت تجربه واحنا عارفين كلنا اضطراريه هو مضطر بس هو اصلا كان نص ملعب ولعب فتره الباك رايت كان يعني شويه ادى يعني فيها ولكن عشان كده احنا جبناه كجوكر زي ما انت بتقول سؤال مهم يا كابتن دلوقتي انت في ظل الكورونا دايما ممكن تلاقي اللعيب ممكن يغيب محمد هاني ممكن يغيب لا قدر الله ممكن يجي له اصابه طويله لمده اسبوعين ثلاثه او شهر ولا حاجه فخمس ست مباريات مين اللي هيلعب الباك اليمين هي دي المعادله اللي ممكن مستر موسيماني لازم يفكر فيها الايام دي وافتكر انه لازم يفكروا فيها في الشتويه باذن الله ان شاء الله عموما يعوضوا بلعيب زي باك رايت باذن الله عموما